السلام عليكم. بالشري ايفون فاحتمال كبير انك تواجه فيه شي مشكل، انك تلقى فيه شي مشكل من بعد ما تشري واحد 3 ايام ولا 4 ايام ولا سيمانه كاع، تكتشف فيه شي مشكل اللي انت ما قشعتوش منين بغيت تاخده اول مره، خصوصا في لي ايفون اللي مستعملين. حتى الجديد كيكون فيهم بعض المشاكل ولكن الجديد بنسبه اقل. اليوم غادي نحاول نعطيكم بعض المشاكل اللي كتكون غابره، اللي كتكون يعني ما مقشوعاش، وخصوصا للمبتدئين اللي اول مره باغي يشري ايفون، اللي غالبا غادي تصيد فيها، وخصوصا الى هذاك اللي بغى يبيعوا لك قصد انه يقول بك. غادي نعطيكم هذه المشاكل هذه، وغادي نعطيكم طريقه كيفاش تكتشفوا بلي هذاك الايفون راه فيه هذه المشاكل هذو. بطبيعة الحال ماشي اي مول محل باع لك ايفون راه النيه ديالو باغي ينصب عليك، واخا لقيت في الايفون مشكل، لانه بعض المرات كيصعب عليه هو مع كثر السلعه انه يقلب لي زايفون مثلا كاملين ولا اي تليفون بصفه عامه باش يكتشف فيه المشكل، حتى هو شرا بحالك. فماشي كلشي راه بغى يقول لك وبغى ينصب عليك، داكشي علاش خاصك انت تعرف وتعرف كيفاش تكتشف المشكل وبلا ما تحمل المسؤوليه ديال شي واحد. رجعت لكم من جديد، فقبل ما نبداو الا كان ممكن ديروا لايك كما تعودنا، الا مازال ما مشتركين في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس. المهم اول حاجه من طبيعه الحال خصك ديرها هو تقلب التليفون مزيان من برا، هذه اي واحد كيعرف يديرها، قلب التليفون مزيان. المشاكل اللي باينه بحال مثلا يكون مشكل في الكاميرا او لا يكون مشكل في الصوت في الباف في لومبرانت او لا في الفيس اي دي، هذه المشاكل هذو راه غادي تقشعهم حيت انت غادي تقلبهم وباينين لك. هادو ما غاديش نهضروا عليهم اليوم، اليوم غادي نهضروا على مشاكل اخرين اللي ممكن ما تقشعهمش كيما قلنا. اول مشكل كيتعلق بالشاشه ديال لي زايفون. بعض المرات هذاك الايفون اللي ممكن انت بغيت تاخذ يكون هذاك مولاه اللي كان عنده قبل طاح ليه او لا وقع ليه شي مشكل وكيضرب ليه الشاشه من شي قنيته وكتكون في هذيك الكحوليه شي بلاصه معينه. الا هذاك اللي بغى يبيعوا لك بغى يغطي ذاك المشكل، بغى يدرك عليك هذيك النقاط الكحلي اللي كيكونوا في الشاشه، كي اكتيفي دارك مود او لا الوضع الليلي في الهاتف. فانت فاش كتجي تقلب الايفون فما كتقشعش هذوك النقاط الكحلين اللي كاينين في الشاشه، لان الشاشه كتكون هي اصلا مطفيه لي بيكسيل ديالها، كتكون بالوضع الداكن ما غاديش يبانوا لك فيها النقاط السوداء. وهكا غالبا انت الا ما رضيتش البال ولا ما كانش عندك هذه الفكره من قبل غادي تاخذ الايفون غيبان لك بلي الشاشه ديالو مزيانه وتمشي عادي. فاش تاكتيفي الوضع العادي ماشي الدارك مود او لا دير شي صوره بيضاء من الخلف، غادي تكتشف بلي الشاشه فيها نقاط كحلين وانت ما قشعتهمش منين بغيت تاخذ الايفون. داكشي علاش ملي تبغي تاخذ الايفون الا لقيت فيه وضع الدارك مود اول حاجه دير هو تاكتيفي الوضع العادي وتزيد الاضاءه تاع اللفان وتفحص الشاشه ياك ما فيها شي نقطه سوداء او لا مهرسه من شي بلاصه. المشاكل الشائعه واللي كتكون مخبيه في الايفون واللي ربما ما تقشعها حتى تخدم بالايفون مده طويله هو يكون ايفون اي كلود في اي كلود مخبع او لا ايفون باي باس. هاد الايفون باي باس وايفون في اي كلود مخبي راه تقريبا نفس الحاجه. اشنو كيكون واقع؟ كيكون هذاك الايفون اللي انت بغيت تاخذ اما تسرق لمولاه اللي كان عنده في الاصل او لا طاح ليه وهذاك مولاه فاتح فيه حساب ديالو اي كلود ديالو، وهذاك اللي بغى يبيعو لك انت ولا هذاك اللي باعو ليه، المهم اللي دار العمليه، كيحاول انه يتخطى داك الاي كلود. كاينين طرق باش كيتخطاو داك الاي كلود وكيبيع لك انت الايفون. كتجي انت تقلب الايفون مزيان ما كتلقى فيه حتى شي مشكل، خدام مزيان وتقدر تفتح فيه حساب ديالك اي كلود ديالك ما عندكش مشكل، ولكن مع كتخدم به واحد المده معينه فحال جاتك شي ابديت او لا ميزاجور درتها ليه ما غاديش يبقى يخدم لك، او لا جاب لا بغيت فورماتي فورماتيتو ما غاديش يخدم لك، غادي يخدم ولكن غادي يطلب لك باسورد ديال الاي كلود اللي فيه، غادي تدخل هذيك الباسورد انت اللي داير، غادي تكتشف بانه ما كيقبلهاش لانه كيطلب لك باسورد اللي قديمه ديال اللي اول مره تفتح بها او لا ديال داك الشخص اللي كانت عنده من قبل. وهكا تقدر تصيد الا ما كنتش عارف هذه المعلومه هذه. باش تحل هذا المشكل هذا غادي نعطيك الحل، حتى نعطيك واحد المشكل اخر اللي حتى هو شائع واللي كيتحلوا بنفس الطريقه. مشكل اخر شائع حتى هما هما لي زايفون اللي كيكونوا ام دي ام. غالبا غتكونوا سمعتوا بهذا المصطلح من قبل. ايفون ام دي ام كيعني بلي هذاك الايفون اللي انت بغيت تاخذ كان من قبل ديال شي موظف معين. مثلا دابا شي شركه كتشري الموظفين ديالها ايفونات وكتفتح فيهم واحد الحساب خاص بالشركه ماشي بالموظف، وهي كتبقى تقدر تتحكم في هذاك الايفون ديال الموظف بحال انه ما تسمحش ليه انه يبيعو لانه ديال الشركه هو فقط يعني خدام به، الا ما بقاش خدام في الشركه خصو يردو ليهم. مثلا تقدر انها تتحكم فيه عن بعد بحال انها تعرف البلاصه ديالو بحال انها تقدر تفورماتي، المهم كاينين بزاف ديال الحوايج، والمهم منهم هو ان هذاك الايفون الاصل ديالو كيرجع للشركه، يعني الشركه هي المالكه ديال هذاك الايفون. ممكن هذاك الموظف مشى باعو ولا كذا، وفي حالات شريتو انت عنده خدام غادي تخدم به عادي، او لا يقدر يكون باعو لشي بياع وشرا، يقدر حتى هما يتخطاو هذاك الام دي ام بشي طريقه ما، ولكن كيبقى نفس المشكل في حالات فورماتيتو او لا
درت ليه شي ميساجور غادي يطلب لك باسورد القديمه اللي فاتحه بها الشركه داك الكونت. المهم باش تحل هذا المشكل هذا باش تعرف واش هذا المشكل ما كاينش باش تتفاداه، والمشكل ديال ايفون باي باس او لا اي كلود مخبي راه طريقه سهله، هو انك تفورماتي الايفون، هذاك الايفون اللي بغيت تاخذ اول حاجه ديرها ليه فورماتيه، الا فورماتيته وخدم وفتحت فيه اي كلود ديالك وخدم عادي فراه ثلاثه ديال المشاكل اللي هضرنا عليهم دابا ما كاينينش في هذاك الايفون. نجيو دابا لمشكل اخر حتى هو شائع في الايفونات مستعملين ولا جداد ولكن المستعملين بنسبه اكثر، هو ديال تركيب لي كارت سيم على الايفون، لي كارت سيم اللي كيخدم هذاك الايفون. فربما تشري انت ايفون تدي معك كارطه وحده اتصالات ولا اورانج ولا انوي وحده وتخدم ليك فيه، ويكون هذاك الايفون هذيك لا كارت سيم هي اللي كيخدم، ما يمكنش ليك تخدم فيه لي كارت سيم الاخرين، ما يمكنش ليك تخدمهم فيه كاملين. هذا المشكل حتى هو راه شائع وكاين في بزاف، وكاين بعض لي زايفون اللي ما يخدم ليك حتى كارطه كاع، يكون ديال شي دوله اخرى ولا مخصص لشي بلاصه اخرى وبالتالي ما غاديش يخدم ليك لي كارت سيم. باش تفادى هذا المشكل هذا فراه الطريقه سهله، دي معك ثلاثه ديال لي كارت سيم وجربهم كاملين، جربهم كاملين واش خدامين كاملين وفيهم الريزو كاملين وانت غادي تفادى المشكل. من المشاكل الشائعه عاوتاني واللي حتى هي ممكن تصيد فيها هو ضعف ديال الشبكه ديال الويفي، فممكن تيستي الويفي عند المحل انت كتكون قريب حدا الروتر فكيخدم لك الويفي بشكل اللي كبير ولكن غير كتبعد منه شويه، يعني تليفون اخر بنفس المسافه غيخدم لك مزيان وهذاك الايفون يقدر ما يخدمش لك. باش تيستي هذا وتفادى هذا المشكل هذا هو انك تكونيكتي الويفي وتبعد منه واحد 10 متر ولا 5 متر، المهم المسافه المتوسطه اللي كيخدم فيها اي تليفون وتيستي واش خدام ولا ما خدامش. هذا الشيء هذا كامل صعيب عليك انك تجربه وانت بغيت تاخذ تليفون عند مول المحل ولا عند هذاك اللي بغيت تاخذه عنده، فغادي نعطيكم الحل لهاد القضيه بقاو معايا. مشكل اخر وكيتعلق بالباتري، بالحاله ديال البطاريه. فباش تعرف الباتري واش ضعيف ولا لا ممكن تجي تلقى ليطا ديال الباتري مثلا 95 او 90 ولكن داك الباتري ناقص شويه ضعيف يقدر ما كيشدش الشارج مزيان. المهم اول حاجه باش تتاكد باللي البطاريه راه مزيانه وما ضعيفاش بزاف هو انك تصور شي فيديو بدقه الاعلى 4K ولا اللي كاين في داك التليفون، صور واحد المده ديال 5 دقائق حتى 10 دقائق وشوف شحال نقص من البطاريه. الا نقصت فيها 10% للفوق فراه عرف باللي البطاريه ضعيفه، الا نقصت فيها 3% 4% 2% عرف باللي الباتري مزيان. فدابا نجيو لاهم حاجه باش تجرب انت هادشي كامل، كما قلنا راه صعيب انك تجربه وانت بغيت تاخذ التليفون في ديك اللحظه، راه خصك واحد نص ساعه ولا خصك شحال باش تيستي هادشي كامل. فهنا كيرجع الحل الوحيد والنهائي هو انك اول حاجه تاخذ يعني من المحل، انت اللي تاخذ من شي صفحه مثلا ولا عند شي واحد يبيعوا لك عن بعد لي زايفون، ما تاخذش هكا، خذ عند من المحل، خذ عند من المحل وخذ عنده غارانتي اقل حاجه سيمانه واخا غير 3 ايام ماشي مشكل، ولكن دير معاه الا لقيت فيه شي مشكل تردو ليه يرجع لك فلوسك، وديك الساعه سير للدار انت قدامه غادي تقلبو غا من برا شوفو مزيان وقول ليه ياك ما فيه هادي ياك ما كذا كذا، الا قالك مريقل سير للدار وتيستي على خاطرك، لقيت فيه شي مشكل من هاد المشاكل اللي هضرنا رجعوا لي. هادشي اللي كاين، نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو، تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله في امان الله.